هذاك المنتج انه بريمي وما لقاو ليه حتى شي حل باش يبيعوه. شوفوا الاخوان باش تيقوا، هذا راه رساله للجميع. الله يرحم الوالدين، بغيت نوصيكم كاين واحد عمليه ديال النصب واقعه هنا في مراكش. الاخوان المتابعين، فيديو خطير والاخطر فيه هو الطريقه باش نصبوا على هذا السيد وشحال من ضحيه نصبوا عليه. غادي نشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله، وغادي نعلقوا عليه وغادي نتفاعلوا معه باش يتقبض هاد خينا ولا هاد الناس اللي روجوا لهاد المنتوج هذا، ونعرفوا المصدر ديالو وعلاش في هاد الوقيته بالضبط. الله يرحم الوالدين، بغيت نوصيكم كاين واحد العمليه ديال النصب واقعه هنا في مراكش، شفتها حتى في بلايص قريب، كيتباع واحد القراعي ديال الكوكا بحال هادو، ملي مشيت شريتو من عندو حليتو، ملي دقتو فيه لقيت واحد المذاقه اخر ماشي ديال الكوكا، ملي سولتو قال لي ولدي هادي راه كوكا جديده يلا خرجات، سميتها كوكا برو ماكس يلا خرجات، دقت به حليتها يعني قال ماشي محلوله ولا شي حاجه باش غادي نخاف ولا شي حاجه، شربتها وفريم ملي شربتها حسيت براسي شويه راسي بدا كينمل عليا، واش كيفاش ما شربت وحده راسي دايره في الشهر، ملي ساليتها بديت كنقلب بحال خويا. شوفوا الاخوان اشنو لقيت في هذا الشيء هذا، هانتوما شوفوا هاد العمليه ديال النصب اللي ولات، هانتوما شوفوا شوفوا الاخوان باش تيقوا، هذا راه رساله للجميع، وكيف ما شفتوا معنا متابعينا الاعزاء النصب والاحتيال، فاش دي كانيت ديال كوكا قال لك كوكا برو ماكس، لا لا عندنا سامسونج برو ماكس ماشي كوكا برو ماكس، هادو نصابا جابوا هذاك النوع ديال الشرب بلا ما نقول سميتو، راكم شفتوه في الفيديو هذاك، حتى انا واللي قال هذاك والتحليل الشخصي ديالي على هذاك المنتج انه بيريمي وما لقاو ليه حتى شي حل باش يبيعوه، وداروا ليه هذه الطريقه هذه. واش بان لكم الاخوان فهاد بحال هذا النوع ديال الاعمال اللا اخلاقيه، اولا انك تتدي واحد الحاجه اللي هي محرمها الله سبحانه وتعالى وتعطيها للانسان بالزمن وتنصب عليه بحال هادو راه خصنا نضربوا لهم طر. بارطاج الاخوان، البارطاج على اعلى نطاق واسع داخل وخارج ارض الوطن، يتشدوا هاد الناس قبل ما نعرفوا شكون هما، لان هادشي يقدر يوقع لك يوقع ليا يوقع لاختك لامك لعائلتك، وقع لهاد السيد هذا ما خلاش عنده بارطاجاه، هادو فاسدين وحنا ضد فساد والمفسدين. تحيه نضاليه.